بالقرآن لا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم. الله الله في جيرانكم. ما زال رسول الله يوصيني حتى ظننت أنه سيورثه. الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم. الله الله في الصلاة وفي الزكاة وفي شهر رمضان وفي الفقراء وفي أهل بيت نبيكم. أستودعكم الله وأقرئكم السلام. لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه وصايا كثيرة خلال الأيام الثلاثة وقبل ذلك، وكأنه يريد أن يثبت كثير من القضايا التي هو حملها. لا شك أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو حي يرزق، لأن الآية التي تتحدث عنه ومن المؤمنين رجال صدقوا وممن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يشهون أنفسهم مرضاة الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون. فعلي حي لا زال، ولو أنه اطلع علينا وأراد أن يوصل لنا ماذا ينبغي على الإنسان أن يعمل في هذه الحياة وفي هذه الدنيا مع تغيرات في الظروف والأوضاع وكل معطيات الحياة، مع أن الثوابت في عبادتنا وفيما أوجب الله علينا هي باقية، لأنها تناغي وتعالج الروح التي هي لا تتغير ولا تتبدل. وبالتالي وددت في هذه الليلة المباركة أن نفتح مائدة للسؤال والحوار والنقاش حول حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وماذا ترون أنتم في مثل هذه الأيام؟ ماذا يريد منا علي؟ ماذا يطلب منا علي؟ ما بشك أنه الانتماء شيء جميل، ولكن قطعا أن الانتماء نظرية، يعني لا يمكن أن يتلخص الانتماء فقط بأنك يقال عنك علوي وهذا أموي، ويقال عنك أنك شيعي وهذا غير ذلك. وبالتالي الانتماء ربما شيء سهل في مصطلحاته، ولكنه حقيقة صعب. والدليل على أنه صعب أن أولئك الذين مشوا، أنا أتحدث حتى أتيح لكم وقتا أن تهيئوا أسئلة حتى لو كانت عملية، لأن علي صلوات الله وسلامه عليه يهمه أن نصلح شأننا، ولذا حينما يوصي بهذه الوصايا هذه قضايا لنا وليس له، فإنه انتقل إلى أعلى عليين وقد أدى ما عليه من مهمات ومسؤوليات بدأت معه منذ الصغر ومنذ الطفولة، فكان يتبع رسول الله اتباع الفصيل أثر أمه، وبالتالي مرت عليه أيام وهو طفل صغير فكان يشعر أنه هو المدافع الوحيد عن هذه الرسالة، يعني لم يكن يجري معه حينما كان يخرج رسول الله إلى المسجد الحرام إلى جبل الصفا من أجل أن يدعو، لم يكن معه إلا علي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الظروف اشتدت به. وبالتالي تذكر بعض الروايات أن علي كان يخفف
عن رسول الله الوحشة ويخفف عليه حينما يئسوا منه، فجمعوا عليه الأطفال وحملوهم الحجارة لكي يضربوا رسول الله، فكان علي يتابع هذا ويتابع ذاك. إذن هو من طفولته ومن يعني بداية حياته وعاش مع الرسالة وأصبح للرسالة كلا، ولذا ما كان يمتلك تعبيرا عن حبه للرسالة إلا أن يقول فزت ورب الكعبة، أديت ما علي، وبالتالي الآن انتهى واجبي وانتهت مسؤوليتي وجعلتها عليكم. إذن أمير المؤمنين ما كان يهتم بوضعه، وإلا لو كان يهتم بوضعه ما وصفه الناس بهذه الطريقة من الجوع والظنى والسهر والملابس المخرقة والدرعة المخرقة. إذن هو يهتم بنا كما كان يهتم بالسابقين، كذلك يهتم بيومنا، يريد يخاطبنا لو استضفناه في مجالسنا، وقطعا أن روحه مع الشهداء والسعداء، فلو أردنا أن نتشرف بحضوره فنسأله ماذا نفعل يا أبا الحسن في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الدنيا، وهل أننا على خير، وهل أن طريقنا هو الطريق الصحيح، أم أننا بعدنا فلم يبقى بيننا وبينك إلا خيط مودة ومحبة وتشيع، نتمنى أن يكون ذلك يبقى، ولذا نحن مسؤولين على أقل تقدير أن نبقي هذا الخيط أمام أولادنا. وبالتالي أنتم تدرون الآن الأولاد يقرؤون، هم حتى لا يقرؤون بالإنترنت والأشياء، ما يكون يقرؤون سيرة علي بن أبي طالب، وبالتالي إذا ما جبناهم إلى هذه المجالس أولادي الكبار وأحفادي وأولاد أولادي، بابا تعالوا اليوم نريد أن نحيي ذكرى هذه الشخصية التي مرت في التاريخ، على أقل تقدير أن يبقى خيط المودة والمحبة بين أبنائنا. ولذا الحديث يقول ورثوا أبناءكم حب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا ما أريد أدخل وما أريد أقول شنو تقصيرنا وشنو وضعنا وين ناسنا وإحنا وين وصلنا وين أولادنا وين نسائنا، ولكن أريد أن أترك المجال إليكم لكي نتحدث ليس فقط في الجانب النظري، الجانب النظري جانب كبير جدا ولا يمكن أن يستوعب، ولا يمكن أن نستوعب شخصية علي صلوات الله وسلامه عليه بها ساعة أو نصف ساعة إلى ما هنالك من لقاءات وجالس، ولكن على أقل تقدير يعني أن نستعرض أو أن نعرض شخصياتنا على الإمام علي. احنا الان على اقل تقدير على المستوى الفردي، لان ترى ان يكون على المستوى الفردي وهي المسؤوليه الاولى، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، ثم المسؤوليه الاخرى هي مسؤوليه الناس الذين ينتمون اليه وهم اتباع علي، والامه الاسلاميه التي انتجت امثال هذه الشخصيات، وبالتالي ماذا قدمنا وماذا يريد منا. أترك ذلك لكم، وأتمنى أن تكون هنالك أسئلة وأجوبة لها علاقة بهذا المحور، وأتمنى حتى على الأخوات إذا كان عندهم أسئلة عبر أوراق أو أشياء، خلونا نصارح ونتكلم بشيء يعني نخرج من ما يقال كلاسيكية المواضيع والمجالس واللقاءات، وبالتالي نحن أتباع لعلي محسوبون عليه، نريد أن نعرف بعد هذا العمر وهذه السنين وهذا البعد، نريد أن نعرض أنفسنا، نريد أن نجعل ندوات لنا لأولادنا كل القضايا بما فيها خطابنا الديني، خطابنا الإيماني، خطابنا تجاه شخصياتنا. أنا أتحدث حتى أنتظر شخصاً يعني يريد أن يضيف لنا شيئا عمليا وليس ملامة،
لأن الملامة كبيرة وبعدنا عن الإسلام وعن النبي وعن الأئمة أصبح بعدا كبيرا، خاصة في بعض المجالات، وإن كنا في بعض المجالات ربما يعني نفهم أن روح الإسلام وروح النبي وروح علي صلوات الله وسلامه عليه ربما في بعض تصرفات أبنائنا أو أبناء علي قد يكون حملوا من جانب ولكنهم ربما أخفقوا في جانب آخر، بل الموضوع متروك لكم. شيخنا هو إحياء الذكريات، تفضل. أكو ويب سايت shiavoice.com إذا تعرفوها وصاميمي، أكو هواية من خطب أمير المؤمنين، فهاي واحد يقدر يسمعها يعني أو يسمع للأهل إذا هاي يعني مثل النصيحة ذاتية. ما بي شك أنا ذكرت قبل يومين بالضروري الإنسان المؤمن اللي يقول أنا الشيعي أو ينتمي إلى مدرسة علي أن يكون عنده نهج البلاغة بتفسير بسيط فيقرأ به في كل وقت ولو 10 دقائق، لأنه الله يرحم الشهيد المطهري يقول علي في زماننا كشيخ كبير بهي الطلعة جالس على باب داره يختزن العلم والحكمة ويرى الناس يمرون عليه من الصباح إلى الليل، كل ذاهب إلى ليلاه وكل ذاهب إلى عمله، وهذا الشيخ يقول ما لهؤلاء الناس لا يسألونني وعندي من العمر 90 عاما وعندي من الحياة خبرة وعندي تجارب كثيرة، ما لهؤلاء الناس ذاهبون راجعون كل مقتنع بقضية والدنيا هكذا تسير. فيقول أن نهج البلاغة هو كأنه بينكم شيخ كبير وقور يمتلك خبرة وتجربة كبيرة، فاقرؤوني على أقل فهم، استنطقوني، اسألوني، لأن احنا الآن ما في شك احنا عندنا يعني شخصية علي بعد رسول الله هي الشخصية الأولى في دنيا الإسلام وفي دنيا مذهب أهل البيت وفي دنيا الثوار وفي دنيا الزهاد وفي دنيا الأدباء وفي دنيا الشعراء وفي كل إنسان لو قلت له اكتب لي ورقة واكتب خاصة الناس الذين يتعمقون في العلوم، لو أنه بليغ سألته وقلت له اكتب لي البلغاء الذي تتأثر فيه سيقول علي، وأيضا الأدباء وأيضا العلماء وأيضا الحكماء وأيضا القضاة وأيضا الزهاد، ما أظن يعني حتى الطرق الصوفية اليوم 24 طريقة لعله 23 طريقة كلها تنتسب إلى علي، يأخذونها عن طريقة أويس القرني رضوان الله عليه اللي يعني ما تخلص يعني مو لحقوا علي وأتباع علي يجودون دواعش في سوريا راحوا ينبشون قبل أويس القرني لأنه استشهد مع علي في صفين ومع عمار بن ياسر، وبالتالي يعني فتتبعوه رميما، يعني ما لقوا في الشيء عندهم شوف الـ يعني الـ عجيب أنه هذا المجال يمكن يقدرون يسيئون إلى علي يقولوا له ما حصلناك بالنجف، ولو وصلوا إلى علي لنا مش بغفر ما حصلناك فإحنا نروح إلى حجر بن عدي بالشام وإلى أويس القرني وإلى عمار بن ياسر فنبشوا قبورهم، يعني هذا ما يمتلك يعني هذا الفكر الآن اللي هو يعني كثير من الناس لا زالوا يعني المشكلة أنه علماء إخواننا في المذاهب الأخرى ما أيدوا بنسبة كبيرة ما أيدوا الدواعش، ولكن ما وجدنا كلمات زين تقول أن هؤلاء ناس لا يمثلونهم.
وناس سيئين. لا هم يتحدثون صح ما يقولون داعش. المؤمنين المجاهدين الأبطال الأشياء كذا. يعني إلى الآن ماكو واحد قال ذولة مو ناس إلا أطراف. أنا أتحدث عن علماء المذاهب الكبار ورؤساء المذاهب كأنه يتحفظ خاف يحكي على ذولة الدواعش خاف يمسهم. زين. وبالتالي أقول أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الآن لو وجد بيننا ماذا يطلب منا؟ يعني أنا حقيقة يعني سائل مستفسر وليس سائل عالم بهذه القضية، لأن ربما سائل عن شيء وهو عالم به، وربما لا. أنا أقول أسأل على الحقيقة لأنكم أبناء علي ولأنكم أبناء هذا الطريق وأبناء هذا المنهج، وبالتالي ماذا ترون؟ أين وما هي الطريقة التي نستطيع أن نفي لعلي صلوات الله عليه وسلم؟ يعني هذه الجلسات جيدة وحافظة، وبالتالي ربما تكون منطلقا لنا لأبنائنا لشبابنا أننا كيف نصل إلى علي وكيف ننقل رأي علي. ولكن هذه المجالس هي جزء بسيط من إحياء هذه المناسبات، فنتمنى أن يكون عندنا وسائل أخرى. حتى أولادنا الآن، أولادنا كثير يعيشون بهذه البلاد يقولون أنه أنتم ما أعطيتونا شيء وأنتم ما علمتونا شيء وأنتم ما وصلتونا شيء وأنتم ما كذا. صحيح قد يكون، ربما هذا قولهم قد يكون له نسبة، ولكن أنتم كأجيال وأبناء عشتم في هذه البلاد. إحنا عشنا في بلاد يعني لها طبيعتها والتزامات الناس فيها، وأنتم عشتم في هذه البلاد، فأنتم هل تمتلكون وسائل حديثة؟ بنات أو ولد أو ناس هنا عاشوا، ما هي الوسائل التي نحدث بها المجتمع عن علي؟ ألا نعلم، ألا نثق بأن علي هو الشخصية الثانية بعد رسول الله؟ لما نريد نقدم على طبق كيف نقدمه؟ وما هي الوسائل والأساليب لكي نقدمه؟ ونجعل من هذه المجالس مجالس انفتاحا. بل تفضل. احسنت الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا اخر وصيه للامام علي سلام الله عليه.